ايوه دكتور مبروك، حياتك ضحكت ليه؟ انا ضحكت لاني مفيش راجل محترم، لاني مش هيضربها الا المحترم، المحترم ده هو اللي يضربها، لكن اللي مش محترم هيضربها الضرب اللي انا بسميه همجي، لان في ضرب تاديبي اللي هو الضرب الشرعي، وده اللي هيعمله المحترم. دي واحده، المحترم هو طبع. اللي بيضرب طبعا، المحترم المحترم اللي هو اللي هيضرب بالكيفيه التي امر الله بها. موافق على الكلام ده يا استاذ اقبال؟ طبعا طبعا. واحد اللي يجي يوعظ مراته ما يعملش عليها خطيب جمعه، وانما يقول اتق الله لي عليك حق، خلصت الموعظه. مش ربنا بيقول والنبي بيقول والشاعر بيقول وفلان بيقول وانت ما بتعرفش دينك وانت كافره، الكلام ده طبعا لا يمكن يكون موعظه، ولكن اتق الله لي عليك حق. واضربوهن، يرفع عليها سواك، يقول لك مجرد رفع سواك ونحوه اهانه لها، مش يقول تعالي بقى بالبوكس، ده حاجه تانية، دي وديه الاسم ده، ده متجوزها اصلا. لكن شوف احنا بنتكلم لازم نفهم كلام ربنا. واضربوهن، يبقى كده اهو ما يصحش، ادي الضرب انتهى الضرب كده. اذا ما يحدث في المجتمعات العربيه او الاسلاميه بعيد كل البعد عن الاسلام، لان هذا الذي شرعه الله ليس تاديبا وانما تقويم لاعوجاج المراه. وفرق كبير بين التقويم والتاديب. الله سبحانه وتعالى يشرع لأناس من البشر فيهم ميول ونزعات، فيهم قوة وضعف، النساء كلهن ليست بمعيار واحد في السوية التي تكفيها مجرد النظرة. مجرد النظرة، إذا نظر إليها زوجها شعرت أن الدنيا كلها قد غضبت عليها. وهناك من النساء ما لا يردعها لا قول ولا وعظ ولا كذا، إذا ولا ضرب، إذا الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق يبين ويوضح أن قواعد التقويم أن الرجل إذا شعر بمجرد أنه لمح من المرأة نوع من الإعوجاج، والمرأة يبدو عليها بوضوح تم يعني بدء الإعوجاج، ما ينتظرش لغاية ما تعوج تماما ثم يجي يقول لها انت كنت بتعملي وبتعملي وبتعملي اطلاقا. تقول له لا اذا دعاها الى فراشه، ويترتب على لا اللي بتقوله الاستاذ اقبال، انا بس ما تدوش فرصه للكلمه تكتمل. لا دي اول الرأس اتحنجيل، هي اتحنجيلت بلا في دعوتها الى الفراش، تيجي بقى بعد كده التعالي، ويترتب على التعالي ما يترتب من فساد. يعني التفسير اللي سيادتك جبته ده تفسير من عندك، حكايه ان لما يقول لها تعالي تقوم تقول له لا، ده مش موجود لا في الايه ولا في النص ولا بتاع. انا شخصيا رأيت التفسير ده اتكرر كتير قوي. احنا لازم نراعي الله في المراه، المراه بتبقى مرهقه واقعه من طولها وتعبانه، ولفند جاي لها من على القهوه وعايز يباشر حقوقه الزوجيه، يوم ما هتقول لا وهو هيرغمها على هذا يبقى نوع من الاغتصاب وليس انه بياخد حقه، لان هي لازم تتجاوب معاه. لم يثبت في تاريخ المسلمين ان مثل هذا الذي يحدث الان، واللي بتقول عليه الدكتوره ملكه، واللي بتقول عليه الاخت، انه في سطر واحد ولو في شواذ الروايات طبعا. والله ما حصل في تاريخ المسلمين كله ان واحد ماسك واحده ضربها وعجنها وزرقها وقال لها هاتي لي ميه ما اعرفش مين. طب في تفسير ابن كثير للايه الكريمه ها جايب حديث يقال انه حديث نبوي، ان واحده ست ضربها جوزها فراحت للرسول فقالت له جوزي بيضربني، فقال الرسول القصاص، فنزلت الآية فعادت بلا قصاص. أقول لك بقى ومتكررة هذه الحدوتة ست مرات. اللي جنبك بقى في تفسير ابن حديث، أنا بعلنها على الملأ. استنى أنا هقول لك، أنا الراجل ده اسمه إيه كمان؟ أنا هقول لك الراجل اسمه إيه كمان؟ أنت ما تعرفيش الراجل اسمه إيه؟ أنا هقول لك اسمه. الصحابي اللي ضربها يا ست اسمه سعد بن الربيع، وده من شهداء أحد. ولطمها مش عجنها، ده ألم. وراحت لابوها، ابوها جابها وقال يا رسول الله لطمها سعد بن الربيع. كان لطمها كده. طيب جه الرسول حكم بالقصاص. يا دكتور دكتور مبروك. طب استني ويمكن كده والله. يا دكتور بعد اذنك. والله لازم اقول. مش عرفنا لطمها. انا اعرف انا اعرف يا اقبال، هل استني اقول لك مش عرفنا. اللي عرفنا كنت انه موجود في القضيه، مش قضيه سعد بن ابي ربيعه ولا كده، مش ربيعه، قضيه تشجيع المفسرين على ضرب النساء. لا ما بيشجعوش. القضيه هي ان المفسرين القدامى كانوا يؤمنون بان الضرب حق من حقوق الزوج. المقتحم هو ده الراي الذي ينتشر الان في الجوامع كلها.